ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا، واحنا دايما بندعم الافكار الناجحه والشباب الناجح في كل المجالات. معانا النهارده شابين ناجحين جدا في مجال السوشيال ميديا، وهم اصحاب بيجز كرييتيف جدا على السوشيال ميديا، واحده ليها علاقه بالفن والتانيه ليها علاقه بالرياضه. بداوا ازاي وازاي كانوا مختلفين جدا في طريقه شغلهم علشان يوصلوا للناس باسرع وقت وباسرع طريقه؟ رحبوا معايا بضيوفنا اللي منورانا النهارده في استوديو، كريم علي ومحمود عبد اللطيف، منورين. اهلا بيكم. هنتكلم بقى الاول، قبل اي حاجه هنتعرف بيكم، وهبتدي بكريم. عايز اعرف عليك اكتر، وعايز اعرف البدايه وما وراء بقى البيجز والحاجات دي. مين كريم؟ هو احنا انا مبدئيا انا كنت دارس تجاره انجليش على نظم ومعلومات، حاجه ليها علاقه بالاي تي شويه. فيعني طبعا احنا احيانا بندرس وشغلنا بيكون مختلف شويه عن ما بنتوفقش ان احنا نشتغل بالشهاده بتاعتنا يعني. فانا اشتغلت في حاجه بعيده شويه، بس طول الوقت كنت بحاول ابقى قريب من مجال الاي تي عامه يعني. بحب يعني دي هوايتي يعني. بس فاشتغلت فتره كنت بشتغل في الديجيتال ماركتنج، ان انا يعني بادير صفحات، بمسك اكونت مثلا بتاع دكتور، بتاع حد بيقدم خدمه، انا بدير الاكونت بمعرفتي بالسوشيال ميديا. وكان كنت انا ومحمود يعني شغالين في القصه دي اصلا، احنا صحاب من زمان. بس جت فتره كده بعد الكوفيد الموضوع تاثر شويه على الـ على الـ على البيزنس يعني، فبقت الناس توفر شويه، بدأنا ان احنا عندنا شويه وقت، وقلنا ليه ما نستغلش المعلومات اللي عندنا في السوشيال ميديا في براند بتاعنا او في حاجه بنحبها. فعشان كده بدأنا ان احنا نكتب يعني. انا بحب الكتابه اصلا، والحاجتين اللي بحبهم هم السينما والكوره، فليه لا ما اتكلمش فيهم يعني في المساحه بتاعتي انا الشخصيه يعني. فكانت هي دي البدايه بتاعتي. طب ومحمود، عايزين برضو نعرف كل التفاصيل كده من البدايه. مش بعيد قوي عن كريم قاله. يمكن احنا انا شغلي اصلا في الدعايه الطبيه، اشتغلت في شركات ادويه، وبعد كده حاليا يعني ومتواجد لسه ستيل شغال. ما درستش اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي ولا بالميديا ولا حاجه؟ لا بس ماركتنج بقى يعني. جزء ماركتنج اكتر، وده اللي خلانا اصلا كانت البدايه الفكره ان كريم جزء شويه اي تي، انا جزء ماركتنج، وعاده البيدجات دي بتحتاج ده، احنا محتاجين نعمل ماركتنج. انتوا فاهمين ازاي تسوقوا حتى للحاجه اللي انتوا بتكتبوها. فجت الفكره كده، طب نبتدي نجرب، قلنا نبتدي نشوف. جمعنا خبره كريم بقى في الكتابه وحبه للكتابه مع الجزء بتاع الماركتنج اللي الواحد درسه يعني، ابتدينا ندير شويه بيدجات كده، والامور مشيت تمام الحمد لله. نجحنا في البيدجات كلها الحمد لله اللي مسكناها يعني. جت زي ما كريم قال بقى فتره كوفيد دي، كانت الدنيا بدات اهدى شويه، واي نوت بقى نجرب احنا حاجه بتاعتنا يعني. فوقفتوا شويه شغل مع ناس، بس هو في ناس اوريدي قالت انه ما فيش يعني هعمل دعايه لايه وانا اصلا مش هبيع حاجه، او ما حدش هيجي لي، لو حتى انت بتقول الدكاتره او غير كده، فكل الحاجات كانت متوقفه. فالناس اوريدي هي سحبت منكم شويه حاجات، فبقيت بوفر صرف شويه. يعني لو انا عندي حد ماسك الاكونت بتاعي، ممكن انا احاول بمعلومات قليله ادير انا مؤقتا لغايه ما يجي لي دخل، بحيث ان انا ما ابقاش بصرف وما فيش دخل كتير. حتى لسه ناس كتير منهم على علاقه بينا يعني، يعني الحمد لله مش السبب حاجه وحشه في الشغل نفسه، هو السبب كانت الظروف الاقتصاديه يعني. طبعا. فوفرنا شويه وقت بقى، بدانا ان احنا نكتب في السبيس بتاعنا يعني. بدانا الاول، اللي بدا الاول هي صياح في الكوره، ويمكن دي بداناها اول حاجه، بداتها مع محمود. اتكلمنا في الرياضه شويه، وبعدها بفتره انتقلت بقى للمجال الفني، بقيت بكتب في ده وده يعني، في ورا الكاميرا وكده. فبس كانت هي دي البدايه، الفكره جت من هنا يعني. انتوا اصحاب من زمان، واسكندرانيه منورينا طبعا في القاهره. وعايز اعرف يعني صياح في الكوره، انت بتكتب فيها ولا بتعمل الادز ولا يعني الموضوع ماشي ازاي؟ خلينا نتكلم شويه عن الكوره. هي كلها معظمها يعني قرويه اكتر يعني. الادز قليله برضو، انا ما بعملش فيها ادز، ان انا بعتمد فيها جزء اكبر على الاورجانيك يعني، التفاعل مع الناس من غير ادز. فكرة سياحة الكورة مش أخبار بس، لكن احنا بنقدم وجهة نظرنا في الكورة، سواء بقى كان تحليل فني، أخبار،
حاجات خاصة بينا، بنجيب نوستالجيا شوية، لعيبة قديمة شوية، نشوف وصلت لإيه، عملت إيه دلوقتي بتكتبوا عنهم، عن تاريخهم، عن بالظبط الإنجازات اللي بدأوا عملوها. إزاي وخلصوا الكارير بتاع الكورة بتاعهم. عادة لأي لعيب كورة بيخلص كاريره بيبقى ليه بيبتدي حاجة تانية، ففي بيبعد شوية عن الأنظار، فبنحاول إحنا نقرب نشوف وصل لإيه، الناس تبقى عارفة وصل لإيه، متابعات. دي يمكن هي دي أكتر حاجات إحنا بتميزنا يعني، بعيداً عن الأخبار، إن الأخبار كتير بينقلوها. صح. فاحنا لازم يبقى في حاجه كده يونيك بينا شويه، فهو المواضيع بتاعتنا مختلفه شويه في الكوره يعني. طيب انت بتحب الكتابه، جربت تكتب في حاجه تانية غير ان انت تكتب في طريق ان انت تكتب ورا الكاميرا او ساحه الكوره؟ قبل ما ابدا في البيدجيت كنت بكتب مقالات تقنيه عن التكنولوجي في ويب سايتس، بس مش بتاعتي يعني، كنت بشتغل زي فريلانسر كده، بكتب مقالات في المواقع دي عن الجديد في التكنولوجيا، عن شرح مثلا سيرفيس معينه، شرح اب معين. كتبت فتره، كتبت حوالي يعني اكتر 300 او 400 مقال، كنت بكتب بشكل يومي يعني. حلو قوي. بالظبط. بس هي الفكره ان احيانا الحاجات دي ما بتبقاش مربحه جدا، وبتستهلك وقت كتير، وبقى فيها منافسه جامده. فلما بدات ان انا يبقى عندي البراند بتاعي بدات اركز فيه اكتر، لان هو ده اللي انا لو عملت له تاسيس صح ممكن ينفعني بعد كده. وهي ستيل نفس القصه، انا بكتب هنا وبكتب هنا، بعمل نفس الحاجه اللي انا بحبها كل يوم. فعشان كده قلت اشتغل في المجال بتاعي انا، في المساحه بتاعتي انا، اكتب اللي انا عايزه من غير ما يكون في قواعد معينه او حاجه تحددني يعني. فبس وبدات الكلام ده من حوالي سنتين، احنا بدانا صياح في الكوره قبل ورا الكاميرا بحوالي شهرين، بدأنا في آخر 2022. ومن ساعتها احنا يوميا بننزل مقالات وبوستات. انا ما كنتش بعمل كده يعني، لما بشتغل مع حد تاني ما كنتش بعمل كده، كنت بكتب مقال واحد بس. بس جمهور السوشيال ميديا غير جمهور المقالات، انت يعني عرفت تعمل ده ازاي وده ازاي؟ يعني ده مختلف عن ده اللي بيقرا المقالات سواء في جرايد او مجلات او غيره، غير الجمهور بتاع السوشيال ميديا، حتى طريقه الكتابه بتهيألي بتبقى مختلفه. بتختلف. هو في جزء يعني زي ما محمود قال، في جزء ماركتنج وفي جزء تكنولوجي. الفكره ان احنا لازم نعرف اللي احنا بنكلمه ده نكلمه باللغه اللي هو يحب يقراها. لان زي ما حضرتك عارفه دلوقتي احنا الفيديوز مسيطرة، أي حد عايز معلومة بيفتح فيديو يشوفها، ما عندوش وقت ولا صبر إن هو يقعد يقرأ. فلازم أنا طبعا. الكتابة محتاجة طريقة معينة إن إحنا نخليكي تكملي لآخر لاين في اللي إحنا عايزين نقوله. لازم تبقى تشد، لازم تبقى خفيفه بالظبط زي ما انت بتقول كده، لازم تشد اصلا. بالزبط. حتى الفيديوهات دلوقتي ممكن من 15 20 ثانيه ازهق من طريقه اللي بالزبط. بيقول الفيديو فامشي بالظبط. ففكره الكتابه كمان تبقى اصعب، لان الناس اوريدي ما عندهاش مجهود تقرا، هي عايز يسمع سطرين. هتقول ايه في السطرين بسرعه؟ فبتحاولي تحطي كل اللي تقدري عليه في اول، لان في مواضيع كتير بتتظلم يعني. تبقى موضوع متعوب عليه وجايبين تفاصيل ونعملين ريسيرش كتير، بس للاسف مثلا الكتابه كنا مستعجلين شويه فممكن ما يعملش ريتش كويس. فبنحاول ان احنا نكتبه بطريقه توصل للناس. لو انا بكلم حد بيهتم بالتكنولوجي هكلمه بطريقه غير لما اكلم حد بيهتم بالافلام، غير لما اكلم حد بيهتم بالكوره. السن نفسه بيفرق، الفئه السنيه اللي انا بكلمها. لو الفئه صغيره ما بقاش عنده صبر فلازم ان انا ابقى مختصر. لو فئه سنيه كبيره بيبقى عنده وقت كتير، مثلا لو حد على المعاش او حاجه فبيبقى عنده وقت، فممكن لما اكتب له قصه كامله بالتفاصيل يقعد يقراها. فده بيفرق معانا يعني، بنحاول نجمع داتا الاول عن الاودينس اللي احنا بنكتب لهم، عشان لما نكتب حاجه ما نبقاش تعبنا فيها على الفاضي يعني، تبقى وصلت للي احنا عايزينه يعني. بمناسبه ان هو جاب سيره الفئه العمريه، انا عايز اعرف صياح الكوره بيتارجت السن او الفئه العمريه من كام؟ وهرجع لك تاني تقولي برضو اللي ورا الكاميرا بتارجته سن قد ايه؟ يعني يمكن من الانسايتس بتاعت البيج، الفئه العمريه الاكثر الموجوده من سن 18 سنه لغايه 30، دي اكتر فئه موجوده في البيج. وهي دي الفئة المتابعة دلوقتي للكورة أكتر، بحكم برضو الكورة نفسها اتغيرت يعني. الكورة في مصر أصلا اتغيرت تماما يعني، احنا الناس وعينا على القناة التانية والأولى بتذيع ماتشات بس، دلوقتي ما فيش الكلام ده. دلوقتي في ريسيفر كامل بالظبط، قنوات خاصة وبكل دوريات والمتابعة حتى ما كانش فيه المتابعات الأوروبية قوي. يمكن احنا أكتر بنتكلم في الكرة العالمية، ما بنتكلمش في الكرة المحلية.
فالمتابعات خالص ما تكلموش في الكوره المحليه خالص نادرا يعني، بس لو حدث مهمة يعني. في حدث كبير حاجات مهمه حدث مهم ايفنت نهائي بتاع يعني فطبعا لازم نتكلم يعني حاجه المنتخب مصر اكيد لازم هنتكلم، لكن مينلي البيج قايمه على الكره العالميه. الناس اللي متابعه الكره العالميه كمان مختلفه شويه، السن بتاعها هو السن ده بحكم ان هم دول لما بداوا يتابعوا الكوره كانت الكوره اتغيرت بقى. الكوره اتغيرت شويه في ده بعد الالفينات غير قبل كده. فدلوقتي الطفل صغير تيجي تساليه عارف ليفربول وعارف مين بيلعب فيه وعارف مانشستر يونايتد، قبل كده ما كانش فيه الكلام ده. احنا كان الاهلي والزمالك والانديه بقى الشعبيه بتاعتنا الجميله دي بتاعت الدوري. فلا الموضوع مختلف. الاطفال او الشباب اللي موجودين دلوقتي عايزين لغه مختلفه كمان حتى يعني، وده على فكره سبب اسم السياحه يعني، حتى اسم السياحه في الكوره كده حاجه ساركاستك كده يعني كوميديه شويه، وهو الناس عايزه حاجه لايت يعني. احنا في وقت كده كانت الكوره واخدانا في حته تنشن وبتاع، الكوره ابسط من كده اصلا بجد يعني، الموضوع اسهل من كده سلام لو كل الناس تاخدها الكره ابسط من كده انت قلتها دي. مفيش حد بياخدها الكره ابسط من كده يعني، اي حد متابع جيد بتلاقيه طول الوقت على اعصابه، مفيش ابسط من كده دي خالص. لا بصي على اعصابك دي في خلال ال 90 دقيقه خلال الماتش اوكي. انت بتشجع لازم تشجع، في خناقات بتقوم بعد الماتش يا راجل، ما هو ده مش المفترض يحصل على فكره. ما هي دي مش الرياضه، ما لهاش علاقه اصلا بالرياضه يعني. هو احنا في الاخر وعلى فكره ما احنا بنشوف ده حتى في اللعيبه بتاعتنا بعد ما الماتش بيخلص بيصوروا مع بعض وبيخرجوا مع بعض وبيعملوا كل حاجه. احنا اللي على فكره مأفورين شويه في المواضيع، صح؟ فاحنا خدنا الموضوع في سكه الدنيا اسهل من كده. الكوره لايت احنا خلي بالك في الفئه العمريه الاكبر انت ما جبتش سيرتها خالص، بتاعت اللي هي 60 70 و50 والكلام ده، دول بعد الماتش قلبي قلبي حبيت الضغط الكلام ده كله لازم تجيب سيرتهم موجودين برضو. موجودين عندنا في بيوتنا ابهاتنا والجيل الاكبر. بصي دول احنا حتى عاملين لهم كده جزء خاص في البوستات بتاعتنا النوستالجيا، ان هو احنا بنجيب الحاجات القديمه، وعلى فكره الناس دي بتتفاعل اكتر كمان. ان هو انت بتمسي حاجات ذكريات بقى يعني، في ميموريز موجوده معاهم، صح؟ احنا برضو الميموريز بتاعتنا قليله يعني، الجيل اللي طالع الحاجات قليله، صح؟ يعني انا مثلا انا فاكر كاس عالم 90 دوت بالتفاصيله، انا كنت صغير بس فاكر تفاصيله. دلوقتي من كتر المطوشه وكتر المباريات ما بقاش فيه ميموريز بتتحفر في دماغنا. فالجزء بتاع النوستالجيا ده احنا بنتارجت الناس الكبار دول، بنمس اجزاء هم عارفين حاضر ده وشافوه بيتفاعلوا. حلو قوي. نتكلم بقى على ورا الكاميرا والتارجت اودينس او الناس المتابعه للبيج دي سنهم بيبقى قد ايه، وانتوا كمان بتلعبوا على حته النوستالجيا دي، فقول لي بقى مين اكتر حد بيتشد للحته دي، وكده كده كده لازم تقولي الانسايتس بتقول ايه الحقيقي. ما هقول لك هو الانسايتس احنا بنستخدمها عشان نعدل نشوف احنا ماشيين صح ولا غلط، لو نشوف الفئه احنا بنوصل لها اللي في دماغنا ولا لا. هو مينلي احنا جيل 80 تمام، جيل تمانينات يعني دلوقتي في الثلاثينات، فمعظم الناس اللي احنا بنخاطبهم من 30 مثلا لحاجه و40، وفي ناس اقدم من كده بقى برضو، بس اللي مركزين عليه اللي هم الشباب اللي في الفتره دي. أوكي. لان وقتها هي الاسم اصلا ورا الكاميرا جاي من فكره الكواليس اللي كانت بتحصل زمان. زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، دلوقتي انا ممكن اخش على انستجرام او اكونت اي فنان اعرف هو كان فين النهارده او اكل ايه النهارده او ايه اعماله اللي جايه، كل تفاصيل حياته انا بعرفها وبتجيلي لغايه عندي. صح. زمان ما كانش فيه كده، وكان عندهم قصص ثريه جدا يعني. في ناس كتير حاجات ما تعرفهاش، تتحكي بقى حقيقيه، حاجات تتحكي بالظبط. فهم ما كانش حظهم حلو ان حد عرفها الا لو اتكتبت في جورنال او حد حكاها. فاحنا بنحاول نركز في الحته دي. بتدور بقى ازاي؟ بندور ازاي؟ بصي هو مبدئيا صياح او ورا الكاميرا احنا متفقين من اول يوم ان احنا زي ما محمود قال ان الاخبار اي حد بيكتبها. انا ممكن اطلع خبر حالا دلوقتي هتلاقي كل البيدجات كاتباه وهو يبقى فيك. ان احنا اهم حاجه نكتب معلومه صحيحه حتى لو هنكتبها اخر ناس. فعشان نتاكد معلومه صحيحه بنروح نشوف المصدر بتاعها. المصادر بقى بالزبط. ما انت بتتكلم على مصادر برضه، خلي بالك انت في النوستالجيا انت المصادر بتاعتك وارد يكون اصلا فنانين مش موجودين مثلا، مش موجودين. او ناس مش بتعرف تتواصل معاها بشكل سريع لانه مثلا ما يكونش عندهم سوشيال ميديا، ما يكونش عندهم طريقه ان انت تكلمهم بيها بالظبط. فانت بتعملها ازاي؟ بنحاول يعني، في مثلا في ناس كتير كاتبه مذكرات
بيبقى مذكرات مثلا زي عن عبد الحليم حافظ مثلا، وفيها قصص كتير مع فنانين تانيين، ده بيبقى بالنسبه لي مصدر معتمد. في فيديوز كتير، ناس كتير عايز اشكرهم طبعا على يوتيوب، عاملين اركايف للحاجات دي، بيجيبوا فيديوهات ولقاءات قديمه للفنانين، حاجات ماسبيرو زمان وكده. ماسبيرو زمان، وفي برضو قنوات جميل مغازي، وكان حد كان مهم في التلفزيون طبعا. يعني هو عامل ارشيف كامل للحاجات دي. في جرايد، بنلاقي سورسز لجرايد قديمه، حوار مع فنان او صوره، ده لو هنشارك صور يعني. لو برضو مواقع أكبر مننا موثوق فيها كاتبة قصة معينة، ممكن بناخدها ونشوف تفاصيل زيادة نزودها عليها، بحيث وتكتبها بطريقتك في الآخر، بطريقتي، وفي نفس الوقت لازم أضيف فاليو يعني، ما ينفعش أخد حاجة هي هي أحطها كده، أنا حتى مش هبقى حاسس إن أنا عملت حاجة. صح. فبحاول أتأكد لو هكتب الموضوع ده آخر واحد، بس لازم أكتبه بطريقة مختلفة، واتاكد ان هو من مصدره الصحيح، بحيث ان دي ناس اوريدي مش موجوده، ممكن اكتب حاجه وهم مش موجودين عشان يردوا عليا يقولوا صح ولا غلط. صح. فلازم انا ايه براعي النقطه دي شويه. بس بتحس بقى التفاعل على البيج، سبيشالي ان هي كمان مختصه في سن ممكن يكون مش دول الناس اللي بتدخل على الفيسبوك طول الوقت، ممكن يبقى ناس اصغر من كده، فبتحس التفاعل عامل ازاي؟ هو اولا لا، التفاعل الحمد لله كويس يعني، يمكن ورا الكاميرا النهارده 94,000 فولور، وان شاء الله لسه هتزيد يعني عن كده. التفاعل كويس من الفئه اللي احنا مترجتينها، وكمان الفئه الاصغر، وده كان مفاجاه بالنسبه لي، لان الناس دي مثلا طلعت شافت افلام لفريد شوقي وزكي رستم وكده، حبتهم بس بتعرفش عنهم حاجه. فلما بيلاقوا حكايات، خصوصا ان الناس زمان كان عندهم قيم مختلفه شويه في المجال بتاع الفن غير دلوقتي، يلاقوا الدور الفلاني ده مثلا كان الفلان فنان فلاني هيعمله ورفضه، فالحاجات دي بتهم الناس قوي، يا ده كان هيبقى حلو، ده كان هيبقى احسن كده يعني. ففي ناس من بره كمان الفئه السنيه تتفاعل معانا، وده خلانا ان احنا نجدد شويه في الكونتنت كمان، نكتب على اخبار حديثه وكده. بشوف احيانا ان الكوره حاجه موسميه، يعني لو هنتكلم بقى دلوقتي، اصل في دلوقتي دوري ابطال اوروبا، يلا في معرفش ايه، انا مش كرويه قوي فمش هقدر اقول لك اسماء حاجات كتير، بس هي حاجات موسم وبيروح وموسم وبيروح، انت بتعمل ايه عشان يبقى عندك ماتيريال طول الوقت تتكلم فيها؟ بس هو ربنا يخلي لنا الفيفا والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي شغالين على طول ما شاء الله، يعني كل يوم بنجدد في بطولات وبنزود. وعلى فكره ده باي ذا واي احنا بنقول ان ده اعباء اصلا على اللعيبه فعلا، يعني ان اللعيب في الاخر ده مش ماشين، مش هيفضل طول الوقت شغال، وعشان كده احنا بنشوف اصابات كتير وبتاع. صح. فلا ما خلاص الموضوع دوت، احنا يعني مثلا الدوريات خلاص الاوروبيه تقريبا كلها بتفنش دلوقتي، تمام، هنبتدي بقى عندنا بطوله اوروبا، بعد كده الاولمبيات، كوبا امريكا، يخلص نبتدي على طول نبتدي الدوريات. فلا اصبحت طول السنه دلوقتي في احداث، يعني ان دي هو ده بقت صناعه. يعني الكوره عموما بقت صناعه، مش مجرد مباريات زي الاول برضو، لا دلوقتي احنا بنحط مواعيد، وطول السنه الناس مسحوله في كوره احنا، بس بيبقى في طبعا اوقات الموضوع بيبقى فيه شغل اكتر، مفترض بيبقى فيه اخبار اكتر وتحركات اكتر وتغطيه اكتر. في اوقات تانية مثلا انا مبقاش عندي في شهر مثلا في الصيف ده مبقاش فيه اصلا لا كوره خالص ولا اي حاجه. بس بيبقى في حاجات تانية بقى، في انتقالات بقى، دي ودي ودي، ده موسم لوحده طبعا، يعني ممكن تقعدي تكتبي فيه ليل ونهار، يعني لان كل واحد بيبقى متابع اللعيبه اللي هو بيحبهم وعايز يعرف هي هيروح فين وهيجي منين وهيكمل في النادي، هيجدد، هيمشي، جاي له عروض، وطبعا لا موجود. طب المصريين بقى ايه اكتر دوري بيحبوا يتابعوه، وايه اكتر لعيبه بيطلب منكم ان انتم تكتبوا عنهم؟ بصي هو دلوقتي ما زي ما قلت لك ما شاء الله بقى في مساحه كبيره ان الناس تتابع دوريات كتير، ان هو دلوقتي بالريسيفر بتجيبي كل الدوريات ورا بعض. يمكن هو طبعا وجود صلاح في الدوري الانجليزي خلى ان الناس رايحه للدوري اللي هو الدوري الانجليزي، واحد من اكتر الدوريات في العالم في منافسه، فالناس بتحب تتفرج عليه. وجود صلاح انا اعتقد زود الجماهيريه والقاعده الجماهيريه بتاعت الدوري الانجليزي. طبعا كلنا عايزين اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره عايز كلنا يعرف عايزين اخبار صلاح. يعني تبقى ماشي في معديه على القهوه، لا هات لنا صلاح، صلاح طلع اتبدل الناس تغير، هتمشي عادي مش مهم بقيه الماتش خلاص، والله ده بيحصل فعلا يعني. فالدوري الانجليزي طبعا، الدوري الاسباني برشلونه وريال مدريد، هنا يعني الناس مقتنعه ان هم اهلي وزمالك، فالناس برضو بتعيش الاجواء بفظاعه، ان يا جماعه احنا مش مواليد حواري اسبانيا يعني، خدوا الموضوع ابسط من كده. وده احنا بنشوفه فعلا على البيج يعني، تخش تلاقي الناس بتتكلم، يا جماعه الموضوع ابسط من كده يعني، واخدين على اعصابهم فعلا قوي 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 يعني. عايز اقول لك حاجه، ان الجيل الجديد اللي هم مواليد من اول 2000 وطالع،
ما بيتفرجوش على دوري المصري، ما يعرفوش، ما لهمش دعوه باهلي وزمالك، وما لهم دعوه برشلونه وريال مدريد. التعصب اللي حضرتك بتشوفيه ما بين اهلي وزمالك ده، ممكن تلاقي واحد مدريدي بيتخانق مع واحد برشلوني مثلا، نفس العقليه، هو ده بالنسبه له ده الاهلي وده الزمالك. فعلا انت حتى الاطفال الصغيره اللي هو على فكره 10 سنين و11 سنه و12 سنه ما يعرفش اكتر من الاهلي والزمالك كاسامي في مصر، انما تعالي اساليه بقى في الدوري الانجليزي هيقول لك في كذا وكذا وكذا وباللعيبه. لا الموضوع مختلف، اليوتيوب كمان سهل على المواضيع، يعني الفيديوهات بالنسبه للاطفال والتيك توك ومش عارف ايه بيخليهم يشوفوا ده طبعا، ويبتدوا يحفظوا ويعرفوا. عايزين اللعيبه اللي دايما بتبقوا شايفين الناس عايزه تسمع عنهم اخبار اكتر، زي ما قلنا طبعا محمد صلاح، يعني انت بتبقي اي حاجه محمد صلاح النهارده اكل ايه لو حطيتيه الناس عايزه تعرف. طبعا في بقى ميسي، في رونالدو، في دلوقتي الدايره بتاعت امبابي هيروح فين، هيروح الريال خلاص ولا يعني، في طبعا كل فتره كده بيظهر هالاند في مانشستر سيتي هيجيب كام جون الماتش الجاي. لا يعني كل فتره كده بيطلع، لكن من دي اللعيبه الابرز في العالم دلوقتي، الناس بتبقى مهتميه تعرف بيعملوا ايه دلوقتي، هيعملوا ايه. وزي ما قلت لك احنا داخلين على نهايه سيزون، ففي انتقالات بقى، مين رايح فين، ده بيبقى شاغل على طول الجماهير يعني. طب كريم عايز اسالك، انتوا بتستخدموا طريقه الكتابه في البوست، بس انتوا عارفين ان الديجيتال بطريقه الفيديوز احيانا بياكل مع الناس اكتر، اللي هو انا ليه هقعد اقرا، طب انا ممكن اسمعك واشوفك واشوف ماتيريال بتنزل على كلامك، فابقى شايف بفيديو سريع بدل ما اقعد اقرا المقال او البوست في كام دقيقه، انا ممكن اتفرج في 30 ثانيه او دقيقه بالكتير وتقول لي تحكي لي بقى القصه دي، يعني عارف اللي هو احكي لي الحدوته بدل ما اقعد اقراها. في كتير قوي ناس تقول لك طب انا، في ناس بقت تقرا الكتب بالطريقه دي، ان هو في كتب مسموعه، طب انا اسمع الكتاب بدل ما اقراه. ليه ما اتجهتوش لفكره الفيديوز ان انتوا تكريت بقى تيم تاني، حتى بتولز مبسطه، هجيب الستاند بتاع الموبايل ونفس الكلام ده هحكيه بطريقه مبسطه. هو الجزء الاولاني في صياح في الكوره احنا اوريدي اشتغلنا فيديوز، بنعمل يعني كنا بنعمل حوارات كده كل اسبوع، اللي هو مبسط مثلا احنا بنقعد مع بعض في كافيتيريا بنتكلم في الكوره، فاللي بنعمله ده بنصوره، فالناس بتحب تشوف ان احنا على طبيعتنا بنتكلم في الكوره واحنا قاعدين، مش كانه برنامج ولا حاجه. كنا بنعمل الحاجات دي ايام كاس العالم وايام البطولات المجمعه وما زالت موجوده على البيج. بالنسبه لورا الكاميرا الموضوع مختلف شويه، لان كل الناس بقت بتعمل كده، فانا لو هعمل حاجه فيديوز مش عايز اعمل حاجه شبه اللي الناس بتعملها، فعشان كده الستيب دي كنت انا سايبها دلوقتي شويه، ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه، عايز لما يبقى في جمهور اكتر ابتدي اسالهم ايه اكتر طريقه بتحبوها بحيث ان انا اوصل لكم بيها المعلومه. زائد ان في نجاح اوريدي في البوستات المكتوبه، فانا متارجت حاجه الناس مش مركزه معاها، فعشان كده انا متمسك بيها شويه دلوقتي يعني. قدام ان شاء الله ممكن اضيف ده في ورا الكاميرا، بس زي ما بقول لحضرتك يعني بدور على لسه فكره كده اشتغل عليها بحيث تبقى مختلفه، لان بقى في ناس كتير بتعمل فيديوهات. طب ما قررتوش مثلا في مره او ما جربتوش ان انتوا تعملوا ميكس ما بين ورا الكاميرا والصياح في الكوره؟ في فنانين كتير مرتبطين بالكوره بشكل ما، اللي بيحب يلعب واللي بيحب يبقى بيتابع فريق معين ومعروف عنه ده وتعصبه لفريق معين، ما يعني ما عملتوش الميكس ده ان انتوا تشوفوا الفنانين وتعملوا فيديوهات تخص الفنانين وطريقتهم في الكوره؟ والله احنا فكرنا فيه، بس كنا بنتكلم قريب اصلا، انا كنت قاعده بقى والله فعلا يعني لازم يبقى في ميكس بين البيجين برضو، يعني ده مهم ان انت في الاخر احنا الاودينس برضو هو الناس كلها بتحب الديجيتال ماركتنج، ما فيش حد ما بيتفرج على كوره مش هيتفرج على افلام ليه يعني، مش هيحصل يعني. فلسه كنا بنفكر فكره، بنحاول نطلع حاجه تبقى لطيفه الناس تستصيغ الموضوع وتحبه. شفتوا عيش سعيد طلع لكم فكره اهو. جميل تمام، هنشتغل على فكره عيش سعيد ونشوف الفنانين بيحبوا ايه من الكوره، وبالتالي هتطلع لطيفه لو عملتوها بشكل فيديو ونزلتوا صور ليهم وهم بيلعبوا. كنا بنفكر في كده، واصلا اوريدي في اودينس كتير مشتركين ما بين البيجين، لما بنريفير ان البيج دي تابعه للبيج دي او تابعه للبيج دي يعني، بنحاول نفكر في الفكره دي ان احنا نعملها في شكل مسابقات او كده، بس للاسف لسه ما عرفناش نتواصل يعني مع حد من الفنانين يكون معانا، بس هي في دماغنا يعني الفتره الجايه ان شاء الله نعملها. في لعيبه كوره كتير مثلوا في افلام وفي مسلسلات، وكمان في لعيبه كوره
سابوا كوره خالص وبقوا ممثلين زي ظافر العابدين ونور شريف كمان احمد نجح صلاح حسني. احمد صلاح حسني فدي برضو ميكس لطيف بيتهيألي ما بين ال ميكس لطيف. وهقول لك على حد كمان، الفنان الكبير حسن يوسف كان يعني كنا كتبنا موضوع عن ورا الكاميرا ان هو كان بيلعب في نادي الزمالك وللاسف ما عرفش يوفق ما بين الدراسه وال في المعهد المعهد التمثيل والنادي، وقتها كانت الكوره مش مربحه للدرجه وما بتجيبش فلوس، فاضطر ان هو يسيب الكوره ويكمل في التمثيل مثلا. فدي من حلوة. ضمن الحكايات اللي ما حدش يعرفها برضو. اعتقد دلوقتي في تامر حسني كان برضو كان بيلعب في نادي الزمالك وساب الكوره وخلاص اتجه للتمثيل والغنى يعني. انا ما كنتش عارفه المعلومه دي برضو. اعتقد يعني في لعب كتير على فكره، في امثله في كتير. وظافر العابدين برضو كان في الترجي، التونسي وبالمناسبه يعني الاهلي ماتش الاهلي والترجي، ماتش الاهلي والترجي في النهائي يعني. لا كتير. بص هو زي ما قلت ما فيش فرق ما بين الاثنين، في الاخر احنا نفس الناس، اللي بيحب ده بيحب دوت. في لعيبه كوره كمان مثلوا فيلم زمهلاويه في كان بيبقى مجموعه وهم بيلعبوا كوره وستيل بيلعبوا كوره. هو اشهر لعيب كوره كان واخف دم بالنسبه لي كان كابتن احمد كرومي، كان بيطلع زمان ده كان اشهر، ده من اول الناس اللي دخلت وفعلا ودخل في افلام كانت ايكونز يعني. بعد كده في فيلم الزمهلاويه طبعا ده في العهد الحديث شويه، كان قبل كده اعتقد في كابتن صالح كابتن سليم الله يرحمه حياته، كابتن صالح سليم طبعا يعني عمل كذا فيلم، عمل حاجات، عمل الشموس السوداء كفايه يعني. الشموس السوداء يعني كفايه بالظبط، والباب المفتوح. لا ما هو انا زي ما اقول لك، لا في ارتباط كبير. احنا حاليا دلوقتي ما اي ماتش ايفنت مهم هتلاقي فيه فنانين كتير بيحضروا وبيتعمل معاه انترفيوهات ولقاءات قبل المطوشه. لا ما هي الكور حاجه مهمه جدا للشعب، هي انا بشوفها هو المنفس الوحيد للناس ان نتفرج على حاجه خفيفه وظريفه ونطلع فيها طاقتنا يعني، زي ما بنعمل مع الافلام يعني. فطبيعي ان لازم يبقى في ميكس بين الفن والرياضه، ويمكن هو ده اللي خلانا نقرر ان احنا نشتغل في الطولين يعني الحاجتين دول بالذات. بالظبط. طب عايز اعرف منك ونفس السؤال ليك يا محمود ومن كريم، عايز اعرف ورا الكاميرا ايه الخطوه اللي بعد كده اللي شايف ان انت عايز تطور بيها البيج او عايز توصل لايه بالبيج دي، وهسمع منك كمان على صياح الكوره. والله هو الفترة اللي فاتت يعني كان في يعني في تفاعل من فنانين كتير مع البيجات بتاعتنا، مع البوستات سواء على فيسبوك او على انستجرام، فده حسسني ان انا ممكن اتواصل معاهم بالذات الفنانين القدام شوية، وبدل ما احنا نكتب بقى حكايات ليها سورسز من اماكن تانية هم نفسهم يحكوا الحكايات بتاعتهم. بس هي طبعا التواصل معاهم بيبقى صعب شوية لان معظم الناس دي ما عندهاش سوشيال ميديا، مش اكتف قوي. فده في دماغي ان شاء الله ان انا هم يحكوا حكايتهم سواء في فيديو لايف او في لقاء معانا، دي هتبقى حاجه كويسه يعني. قوي حلو قوي بالظبط. صياح في الكوره، لا يعني الجزء اللي جاي طبعا طول ما في بطولات مجمعه اكيد هيبقى في فيديوهات باستمرار للبطولات المجمعه، لازم حتى الكونتنت نفسه يتحول لفيديو، وانا شايف ان دوت سواء كان فيديو او بودكاست او وات ايفر يعني، ممكن يبقى فويس اوفر ان على فكره، وده اسهل لنا يعني. انا ساعات بحط بوستات وبلاقيها اتاخدت زي ما هي كوبي بيست كده واتحطت على بيدجات ثانيه، فاسهل لك ان انت فعلا بالظبط. انا ما حدش هياخد صوتي صوتي اهو يا جدعان، ما حدش يعرف يعمل كوبي فعلا يعني. ده بيحصل كتير يعني. فلا هو دوت الخطوه اللي جايه ان شاء الله. بس والله الاي اي ما خلاش حاجه، والله هيغيروا الصوت عادي وهياخدوا الفيديو يقولوا اكتبوه لي فياخدوه كوبي عادي برضه. بس يلا بصي كل حاجه بتتعمل يعني. والله احنا بنحاول احنا عن نفسنا يعني، وديت احنا من الاول قايلين الموضوع ده، احنا بنحاول بقدر الامكان نبتعد عن الجزء دوت. ان انا لو مش هاد فاليو يبقى ملهوش لازمه. صح. يبقى ايه لازم يعني؟ ما انت هتيجي تشوف عندي وشفت قبل كده وانا واخده من هتجيلي ليه تاني؟ احنا على فكره عندنا في البيج انا بشوف اودينس لويال فعلا للبيج يعني، هم ما بياخدوش اخبارهم غير من البيج خلاص. فاحنا بنحترم الناس دي، المفترض ان احنا نقدم حاجه تليق بالناس دي. فانا مش هروح اخد حاجه من حد واروح احطها عندي في البيتش، انا نفسي مش هبقى راضي عن نفسي، مش هبقى مبسوط لان انا ما عملتش، مش هبقى مبسوط فعلا. صح. وبنحاول على فكره وبلاقي ناس بتاخد وبروح وعادي وكاني مفيش حاجه حصلت، وبقى انا يعني انا المفروض مجني عليه وبقى اجاني يعني، الحاجه موجوده في كل حته. ماشي خلاص اوكي تمام، هنعمل ايه؟ شكرا محمود، شكرا كريم، نورتونا بجد، واتمنى ان البيجز بتاعتكم يعني توصل لكل الناس بشكل اكبر، وتبقوا بتقدموا المحتوى اللي انتوا راضيين عنه وتبقوا مبسوطين بالنتيجه دي. شكرا لكم، نورتونا النهارده في عيش سعيد. نتمنى تكونوا انبسطتوا معانا في حلقتنا النهارده من عيش سعيد، نشوفكم في حلقات تانية كتير. باي باي.